النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الرز بالكبد والقوانص بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الرز بالكبد والقوانص بطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا كوبايتين رز مصري، نص كيلو كبد وقوانص غسلاهم كويس جدا ونقعاهم في ميه وخل لمده 10 دقائق ومقطعاهم زي ما انتم شايفين، بصلايه وسط متخرطه، التوابل ملح وفلفل اسود وشطه وقرفه وجنزبيل، نص معلقه صغيره من كل حاجه، وورقتين لورا. نبدا ونسمي على بركه الله. بسم الله. حطيت حله على النار وحطيت فيها معلقه كبيره زيت، معلقه بس. الزيت يسخن هنزل على طول بالقوانص عشان اشوحها. انا ما كترتش زيت لان القوانص هتنزل دهون. بسم الله. هشوح القوانص كويس عشان القوانص بتاخد سوا اكتر من الكبده. هشوحها لحد ما لونها يتغير. شوحت القوانص كويس جدا زي ما انتم شايفين. هنزل عليها كوباية مية سخنة. وغطش عليها واسيبها تستوي. هسيبها تستوي وتشرب المية اللي انا حطيتها لها. خلاص القوانص استوت وشربت كوباية المية اللي انا حطيتها لها. هنزل عليها بالكبد. وهشوح الكبد مع القوانص لحد ما لونها يتغير. شوحت الكبد مع القوانص، هبهرهم ملح وفلفل اسود وشطه وقرفه وجنزبيل وورقتين لورا. هقلب كويس وهنزل بنص كوبايه ميه سخنه عشان الكبده تستوي. بسم الله. هغطش عليهم لحد ما يشربوا المية اللي انا حطيتها. خلاص الكبد والقوانص شربوا نص كوباية المية اللي انا ضفتها لهم. هطلعهم من الحلة. في نفس الحلة اللي عملت فيها الكبد والقوانص هنزل ببصلاية وسط متخرطة. هقلي البصلة لحد ما لونها يحمر. البصلة ابتدت تحمر، هتقل عليها كمان شوية. خلاص البصلة احمرت حلوة قوي كده. هنزل بكوبايتين رز مصري غسلاه كويس. هقلب الرز مع البصل لحد ما الرز يسخن. خلاص الرز سخن، هبهر الرز ملح وفلفل اسود وقرفة وجنزبيل ورشة كركم ومكعب مرقة. هقلب الرز كويس وهنزل بعيار الميه، كوبايتين ميه على كوبايتين رز. بسم الله. وهغطي على الرز واسيبه يتشرب. خلاص الرز اتشرب. هعرف ازاي ان هو اتشرب؟ هحط المعلقه في نص الرز كده، لو المعلقه فضلت واقفه يبقى الرز اتشرب. هوطي على الرز شمعه واسيبه يستوى نص سوا. بعد ما يستوى نص سوا هوريكم هنعمل ايه.
الرز استوى نص سوا زي ما انتم شايفين. هرجع للرز الكبد والقوانص وهقلب بالكبد والقوانص في الرز بالراحة، انا ما حطيتهمش من الاول عشان ما يتهروش ويتكسروا في الرز. خلاص تمام كده، هغطي على الرز واسيبه يكمل السوا. خلاص الرز استوى، هغرفه وهوريه لكم. اهو يا حبايب قلبي الرز بالكبد والقوانص بعد ما خلص شكله جميل ويفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الرز بالكبد والقوانص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.